مباراة اليوم الحقيقة عودة اثنين من النجوم الكبار، النجم الكبير الكابتن أحمد فتحي والنجم الكبير أيضا كابتن وليد أزارو. الاثنين دول تحديدا الحقيقة عودتهم بتمثل كثير جدا جدا، عودة الروح بعودة فتحي واحد من أهم وأفضل اللاعبين اللي متواجدين في الدوري المصري ومنتخب مصر خلال العشر سنين الأخيرة ويمكن أكتر كمان من سنة 2002-2003 وحتى هذه اللحظة، ويواصل أحمد فتحي سلسلة لعبه بشكل جميل خلال الفترات اللي فاتت خصوصا مع النادي الأهلي وحصده للبطولات مع النادي الأهلي ومع منتخبنا الوطني. أيضا وليد أزارو الحقيقة عودة، الكل بينتظر ماذا سيفعل وليد أزارو، والكل أيضا بينتظر ماذا سيفعل مارتن لاسارتي. هل هيلعب النهارده وليد أزارو؟ هل النهارده وليد أزارو هيقعد احتياطي وهينزل في الدقائق او في الشوط الثاني؟ احمد فتحي نفس الكلام، هل هيبقى موجود مش هيبقى موجود؟ هل هيبقوا الاثنين موجودين في ال 18 ولا خارج ال 18؟ هل أجاييه هيلعب ولا مش هيلعب؟ امبارح الحقيقه في المباراه التمرين الاخيره امبارح يعني أجاييه حس بشويه اجهاد في العضله، ولكن الحقيقه كان متواجد في ال 20 لاعب اللي انضموا لمباراه نادي بتروجيت. هل هيلعب أجاييه؟ هل هيريحه؟ هنشوف بقى ايه اللي هيحصل خلال هذه الفتره، ولكن في النهايه هي مباراه بثلاث نقاط. زي ما كنت بتكلم الحقيقه مع كابتن سامي قمصان وكابتن سامي عبد الحفيظ، قالوا لي احنا ما حدش بيفكر في اي مباراه افريقيه دلوقتي، ولا في فيتا كلوب ولا المباريات السابقه، احنا ما بنفكرش غير في مباراه بتروجيت فقط. كيف يستطيع النادي الاهلي الفوز بهذه المباراه ومواصله الضغط على نادي الزمالك ونادي بيراميدز وحتى يعود مره اخرى للمركز الاول زي ما قلت لحضراتكم؟ كل اللي شيء واحد فقط وهو الفوز في هذه المباراه. في النهاية كرة القدم تعرف كل شيء، وفي حاجة اسمها فوز وفي حاجة اسمها تعادل وفي حاجة اسمها هزيمة، ولكن المجهود الكبير اللي اتبذل خلال الفترة الأخيرة منذ بداية الشتاء وصفقات كثيرة وصفقات مهمة جدا في النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية أدت لأن الناس كلها بيعود لي روح مرة أخرى، الفريق بيعود لي روح مرة أخرى بعودة مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي كانوا يعني الجمهور كله يتمنى ان هم يكونوا متواجدين مع النادي الاهلي، سواء حسين الشحات، سواء ياسر ابراهيم، سواء حمدي فتحي، سواء رمضان صبحي، بقيه اللاعبين، جيرالدو الحقيقه اللي بيؤدي بشكل رائع مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره. مباراه الجونه نقلت الحقيقه كبيره جدا وكبرت الطموح عند كل جمهور النادي الاهلي مره اخرى بعد هزيمه في الشوط الاول وأداء لم يكن جيدا سواء في الشوط الأول أو في ربع ساعة الأولى في الشوط الثاني من مباراة الجونة، ولكن النص ساعة الأخيرة زي ما قلت لحضراتكم يمكن الأسبوع اللي فات يعني النادي الأهلي عمل درس في كل شيء، الجهاز الفني استطاع أن يعمل الثلاث دول فرقوا كتير جدا 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 مع النادي الأهلي، اللاعبين اللي في الملعب، الروح، وجود كريم نيدفيد، ناصر ماهر واحرازه لهدف الفوز في مباراه الجونه، الحقيقه اشياء كثيره جدا جدا حدثت خلال المباراه السابقه خلت الروح اللي موجوده طبعا طوال الفتره اللي فاتت، ولكن الروح رجعت للجمهور تاني، الناس كلها مستنيه ماذا سيفعل المباريات القادمه، هل هيقدر يكمل ضغطه على بقيه المنافسين؟ هل النادي الاهلي هيقدر ان هو يكسب كل الثلاث نقاط اللي بتبقى في كل مباراه؟ هو ده اللي احنا بقى هنشوفه مع حضراتكم. البدايه النهارده او تكمله المشوار هتبقى النهارده